وأكيد يعني بالحديث عن موضوع الأطفال ومدى أهمية تأسيسهم وتربيتهم مها، في فيديو لفتني أب يقول هو عنده بنتين رباهم بنفس الطريقة وبنفس المعطيات وكل شيء، إلا أن كانت النتيجة مختلفة، الأولى ما تشبه الثانية. خلينا نشوف الفيديو. يلا طيب خلونا نشوف هذا الفيديو من بعد نرجع نعلق. We sent two daughters off to college. What's behind door number one? Okay. Yep. That's door number one. What's behind door number two? It begs the question, how do you raise two daughters in the same home with the same parents and get two different results? ايش رايك يا مها؟ فرق شتان بصراحه يعني ما بين الاختين، واحده فوضويه واتوقع انه هي بصراحه يعني عبقريه والثانيه مرتبه. عبقريه في الموضوع، اقول لك دائما العبقري فوضوي. لا والله هذا الفوضوي طلعوا هذه الاشاعه عشان بس يغطون على فوضويتهم، ولا هما لا دخل. بالعكس الانسان المنظم، انا بوجهه نظري يعني متواضع اشوف الانسان المنظم في حياته، في غرفته، في سيارته، في اموره، منظم تفكيره، منظم يعني هو مرتب حياته، عنده أولويات، يعرف أولوياته. أحس أنا من الناس اللي حتى أيام الدراسة رؤى ومشاهدين اللي ما كنت أقدر أذاكر والغرفة فوضى. إذا الغرفة فوضى ولا في مثلا صحون ما انغسلت ولا كذا، أحس أني مستحيل أركز. ما أقدر أركز، تلقيني أنظف البيت لازم يكون سبوتلس عشان أقدر أمسك كتابي وأذاكر. نرجع للموضوع أنه أختين شتان ما بين بعض، هم متربين نفس التربية في نفس البيت ونفس الأب، عادي الحمد لله. إحنا ولا واحدة في خواتي تشبه الثانية، يعني إحنا أربع بنات، يعني كل واحدة شخصية، كل واحدة في وادي، كل واحدة يعني ما له علاقة. طب هو نفس البيت، نفس الأم ونفس الأب، نفس ال... أنا أشوف طبعا أكيد الجينات تلعب دور، لأنه يعني ممكن تاخذين من أمك شيء ما أخذتيه من أبوك والعكس صحيح، يعني هذا الشيء يلعب دور. الشيء الثاني اللي هو فرق العمر بعد يفرق، الجيل يفرق، المجتمع خارج العائلة هذه تفرق، المدرسة تفرق، يعني أشياء كثيرة راح تفرق. أصلا هذا الزين، يعني تخيلي أنت وأختك كلكم ملل، تشبهون بعض، وين الحماس، وين الأكشن في الموضوع؟ لازم إذا ما تهاوشت أنت وأختك واختلفتوا في الرأي ما تصير أختك، يعني ما ينفع. فعموما يعني هذا شيء أعتقد أنه وارد وشيء طبيعي. يعني حتى التوينز، أنا عندي من قريباتي توينز وكل واحدة شخصية. صحيح صحيح، ما له علاقة. أنا بصراحة الفيديو ضحكني بأمانة، يعني أنه كيف واحدة مرة مرتبة ومنظمة وواحدة مرة فوضوية. لكن أتفق معاك، يعني في الآخر المعطيات الخارجية هي اللي تسقل الشخصية، يعني التجربة الخارجية، يمكن التربية ما يكون لها دور قد ما المواقف الحياتية هي اللي تعمل هذا النوع من الاختلاف. وعلى فكرة أنا من الناس اللي أحب الفوضى، ما أحب كل شيء يكون مرتب. عشان كذا هذه اللي طلعت الإشاعة تقول فوضويين عباقرة. تبي تضبط نفسها يعني رؤى. أنا مو عبقرية أختي مها. لا أختي رؤى أنت طبعا عبقرية، بس ما أنتي فوضوية. إيه شوي. لا شوفي أنا عندي هاي سيزن للفوضى. عندي كذا هاي سيزن للفوضى، ما أبغى ولا شيء يترتب، وبعدين فجأة تصير المرحلة اللي هو الترتيب وكل شيء عادي، لأنه هي إعادة ترتيب أولويات، فمن ضمنها الفوضى الخارجية اللي يعني تكون حولي. يعني يا مها إجمالا يعني ما هو غلط، لا تقلق يا أب أيها العزيز، يعني بإذن الله يعني بنتك هذه بكرة تكبر وتعقل وتصير مرتبة. وعلى فكرة هذا شيء صحيح، اللي يكون فوضوي وهو صغير لما يكبر. والله فوضوي وهو صغير وهو مراهق وهو كبير وبعيال ما تفرق. والله خليني ساكتة بس يا أنا قاعدة بحاول أضبط الصورة، بس أختي مها رافضة أنه أكمل يعني في تحسين الوضع.